السلام عليكم حبايب ديالنا، كاملين لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم بعجينه وحده ثلاثه ديال الشكلات، كيجيو رائعين للعيد ان شاء الله. اللي باقي ما وجدش الحلوى د العيد ينوض يوجد الحلوى د العيد. نحضروها بعجينه وحده ثلاثه شكلات اقتصاديه وسهله وكتوجد بسرعه، ما كتطلبش منا بزاف ديال الوقت. حبايب ديالنا كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير نتوما كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بنات فوزيه غيحضروا معكم الحلوه، حلوه ديال العيد. السلام عليكم حبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم فيديو جديد، الحلوه ديال العيد ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله شاهدوا معنا حتى الاخر وكنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. اذا باش نحضروا هذه الحلوه غادي نحتاجوا المقادير التاليه. غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، 250 غرام ديال المارغرين، 3 ديال المعالق ديال النشا، واحد الخمارة حمراء، جوج ديال الفاني، 3 ديال الفرماجات، جوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال السكر ناعم وكاس ديال السكر عادي، والطحين. هنا عندي كنضيف في الاول الزبده هي الاولى، قبيصه ديال الملحه. غادي نخدم داك الزبده مزيان، الزبده ما تنساوش تكون درجه حراره المطبخ. غادي نضيف لها داك كاس ديال السكر حبيبات، نغربلو باش نحيد منه داك اللي كيكون شويه غليظ حيت هو اللي كيفلح لنا الحلوه ديالنا. غادي نضيف كذلك كاس ديال السكر ناعم بعد ما غادي نغربلو، وغادي نستمر كنفرك داك الزبده مزيان مع السكر. هنا كنأكد على الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش تسهل علينا العمليه. هنا ضفت واحد جوج ديال ساشيه ديال الفاني، واللي يبغى ينسم باي حاجه اخرى يمكن له ينسم باللي يبغى، ماشي مشكل. صافي كنضيف هنا واحد جوج، ضفت واحد جوج ساشيه ديال الفاني. غادي نزيد الكاس الاول ديال الزيت وغادي نخدمه. غادي نمزج المكونات مزيان وانا كنمعكا بيدي. يمكننا ان نستخدمو الخلاط، اذا بغينا نستخدمو الخلاط ماشي مشكل، يمكننا نخدمو بيدينا يمكننا نستخدمو الخلاط. هنا رانا ضفت الكاس الثاني وغادي نضيف 3 ديال الفرماجات، نضيف 3 الفرماجات وغادي نستمر في المعيك ديال الزبده باش ما كتبقاليش داك الحبيبات فيها. غادي نضيف في الاخر، غادي نضيف البيض، البيض من الاحسن نخليوه حتى الاخر باش ما كتكتلناش الخليط ديالنا، ما كيشكلناش واحد التكتلات. نخليو البيض ديالنا هو الاخر. هنا ضيف 3 ديال البيضات. ايوا شفتوا بعدا ما عندك ما تسالوني بعدا، رانا في قص البيض غير بيد واحد. والله الا ايوا واش غادي دير. حلوة هادي صراحة اقتصادية، وكان وجدوا 3 ديال الشكيلات وبمذاقات مختلفة. ما غاديش يعني اللي غادي يدقهم ما غاديش يعرفهم كاع بانهم من عجينة وحدة. نحضروهم علاش لا، صافي غادي نستمر حتى غادي ترجع لي كما كتشاهدوا في الفيديو. غادي ترجع للعجين ديالي على شكل بوماد، من بعد غادي نضيف هذا 3 المعالق ديالي ديال النشا. بالنسبه لهذا مكعب ديال الفرماج ضفتهم كيعطي واحد المذاق مزيون للحلوه ديالنا ما بين الملوحه والحلاوه. هنا ضفت 3 المعالق ديال النشا، النشا كيعطينا واحد الهشاشه للحلوه ديالنا. ضفت واحد 3 المعالق ديال النشا. وهنا غادي نضيف الطحين. بالنسبه للكميه ديال الطحين على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا دائما في الحلويات ديالي ما كنعبرش الطحين، لحقاش الا اعتمدتوا على الميزان ديال الطحين ما غاديش تنجح معكم الحلوى. شوفوا عينكم ميزانكم على حقاش، علاش راه كل نوعيه ديال الدقيق وكيفاش عامله. كاينه نوعيه الدقيق اللي كتشرب وكاينه نوعيه الدقيق اللي ما كتشربش، يعني
فهمتي كي فهمتوني بعدا تكون فهمتوني. صافي غادي نستمر نضيف الطحين شويه بشويه حتى غادي نشوفوا القوام ديال العجينه خصو كيفاش خصو يكون. صافي غادي نستمر شويه بشويه وحنا كنجمع العجين ديالي غير باطراف الاصابع، نجمع العجين ديالي باطراف الاصابع فقط. ايوا سمحوا لنا بزاف، واخا جات الحليوه ديالنا معطله ولكن كنتمنى نكونوا فيدناكم. جات معطله شويه، ما عندك ما تعمل. صافي وهنا ضفت ديك الخماره، ضفت الخماره ما تنساوش الخماره، جبت الخماره. صافي هي العجين ديالي من بعد ما تجمعات خاصها تكون على هذا القوام هذا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه مره وثاني، تكون ما بين هكذا وهكذا. ها هو القوام ديالها كيفاش خصو يكون. صافي هنا غادي نقسم العجينه ديالي على ثلاثه، غادي نقسم العجينه ديالي على ثلاثه باش كل جزء غادي نقسمه بوحدو. صافي هنا بالنسبه للجزء الاول غادي نسمو بعد، غادي نضيف ليه هاد فلان كراميل، غادي نضيف له فلان كراميل باش تجيني بالنسمه ديال الكراميل. صافي غادي نجمعو شويه غير هكا اطراف الاصابع باش ندمجو لي ندمج لي داك الكراميل اللي دات مع العجين ديالي. صافي وغادي نخلع. صافي هنا غادي ندوز الثانيه، غادي ندير لها واحد قشور ديال الحامضه سترون، وغادي نضيف لها واحد جوج معالق هكذا ديال الفيرميسيل اسود. صافي غادي نجمع هكذا غير باطراف الاصابع فقط. غادي نخليها جانبا. هنا بالنسبه للعجينه الثالثه غادي نضيف لها واحد شويه ديال كاوكاو. كاوكاو هنايا من بعد ما هرمشتو ديجا غادي نحتاجو في التزيين، غربلت منه غير شويه غير شويه، غربلت هذاك الرقيق وصافي. كنضيفو للعجين ديالي باش كيجيني من السم لداخل بالكاوكاو. صافي هنايا الهدف هو انه لهذا الشكيله ديالنا بثلاثه يجيونا مختلفين في المذاقات. يمكن لكم ديروا اي حاجه متوفره عندكم، يمكن لكم تعملوا يعني سيترون، يعني مذاق ديال السيترون، مذاق ديال الخوخ، المذاق ديال النكهات الحمد لله موجوده. تعملوا نكهه باش ما بغيتوا، تنكهوا بالكاكاو، تنكهوا بهذا القهوه سريعه الذوبان باش ما بغيتو تنكهو كتنكهو ماشي مشكل. اهم هي الطريقه تكون صحيحه والمقادير يكونوا مضبوطين. صافي هنايا الحليوه ديالي ما غادي نحتاج فيها لا طابع. بالنسبه اللي ما عندهمش الطوابع، اللي ما عندهمش الليمون هكذا كيصعص عليهم يعملوا الحلوه، هنا ما عندكم حتى شي عذر، يمكن لكم تحضروا الحليوه ديالكم. طريقه سهله جدا. هنا انا كما كتشوفوا معايا استخدمت غير داك الغلقه ديال القرعه. صافي هنا كنشكل بحال الحريبلات بحال هكا وكندور على ديك ديك الغلقه ديال القرعه، وكنعمل داك الجهه المفتوحه هي اللي تكون الفوق باش كنهز منها، فهمتوني باش كنهز منها، تكونوا فهمتوني راه موضح في الفيديو. صافي كنشكل حريبلات، كندور على ديك كندور ديك الحريبل على ديك الغلاقه حتى كتشكل لي على شكل هلال، من بعد كنهزها وكنحطها. صافي كيبقى شابره لي الفورمه ديالها كتبقى شابره كما كتشوفوا الحليوه ديالي. هذه حلوه كتجي صراحه رائعه جدا شكلا ومذاقا وشكل اللي كيجي بريستيج، يعني ماشي شي ماشي هذيك الحلوه هيدا وهيدا، مهم حلوه زوينه كتشوفها كتعجبك. صافي غندير الطيب من التحت، نشعل العير من التحت درجه 180 درجه.
صافي الحلوه ديالي هنا طابت. قلت لكم انها طابت، كتاخذ لي تقريبا ديك نص ساعه ديال الطياب. المهم نتوما عينكم ديالكم مع الفرن. هنا ندوز للشكل الثاني، ندوز للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني كنشكل حريبلات وكندورهم على شكل دوائر. ها هي عاوتاني كنستخدموا ديك الغلاقه ديال القرعه. المهم انا ما غاديش نخلي لكم العذر باش تقولوا حقا ما عندوش الحلوه، ما عندناش الطابع، ما عندناش موجودين يعني حلويات ديال الطوابع وهذه، ولكن انا بغيت خصيصا نخدم لكم حلوه بلا طابع بلا والو باش يقدر اي واحد يصاوب الحلوه هذا العام. صافي المهم كنشكل حريبلات وكندورهم على ديك الغلاقه ديال القرعه وصافي. كننزل عاوتاني كنهز بداك الغلاقه وكننزل باش تبقى شابره لي الفورمه ديالو. صافي كنزله وكنستمر بنفس العمليه حتى كنسالي ديك الكميه ديال العجين اللي عندي. ها هما كيفاش كيجيو. المهم على شكل ديميلجات، شكل دوائر. صافي كنستمر بنفس الطريقه وغنخشي الفرن نطيب بحال الاخرى. صافي هنايا عاوتاني دوزت للشكل الثالث. الشكل الثالث هنا كنشكل، كان خديت عندي واحد شويه ديال كاوكاو، شويه ديال كاوكاو خضر ما طايب ما حتى شي حاجه، كنهرمشو كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد كندوز داك الحرابل، كندوزهم في داك الكاوكاو حتى كيشدوه مزيان، ومن بعد كنشكل فيه واحد التقيبه من الوسط بحال هو موضح في الفيديو مزيان كما كتشوفوا في الفيديو. كنشكل واحد التقيبه في الوسط وانا كنقاد الشكل ديالو. صافي وكنحطها، كنستمر بنفس العمليه. انا حاولت نشرح لكم مزيان في الفيديو وموضح كل شيء في الفيديو. صافي كنقطع بالموس، كنعمل تقيبه في الوسط وصافي. انتم كتشوفوا معايا طريقه سهله جدا، طريقه سهله جدا جدا جدا. والله ما كتطلبش معنا بزاف ديال المجهود ولا الوقت ولا حتى شي حاجه. صافي هنا غادي ندير شويه ديال الكوفيتير في الوسط. يمكن انا مثلا ديال المشمش حيت كيعجبني ديال المشمش، يمكن لكم تعملوا ديال الفريز، تعملوا اي نكهه كتفضلوها. صافي كنعمل في داك الحفيره، كنعمل الكوفيتير ديالي. كتجي معلقه الصراحه هاد الحليوه، كتجي كتحمق كتحمق كتحمق. صافي هنايا كنستمر بنفس الطريقه، كنعمل الكوفيتير عمر بمربى ومن بعد غادي نخشيوها في الفرن طيب، وغادي ندوزو التزيين ديال الحلوى ديالنا. في الفيديو الجاي ان شاء الله يعني كتبوا لي في لي كومونتير، كتبوا لي في لي كومونتير شمن حلوه بغيتوني نحضر لكم في الفيديو الجاي. واش تبغيو حلويات حلويات يعني هكذا بدون فرن، واش تبغيو حلويات صابلي بريستيج، واش تبغيو هكا غريبات، شنو تبغيو نوجدو معكم. حنا راه الاشاره ديالكم اللي بغيتو نوجدوه معكم نوجدوه معكم ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا حطيت الحلوه ديالي تدف في الفران على درجه الحراره 175 هكذا 180. المهم صافي طيب غير من نشعلها من تحت ونخليها كطيب. صافي هنا غادي ندوز للتزيين ديال الحليوات ديالي. هنا غادي نبدا بالتزيين ديال الهلال. هنا كندهن باش ما كان متوفر لعندكم، عندكم العسل دهنوا بالعسل، عندكم الناباج دهنوا بالناباج، عندكم اللي كان عندكم دهنوا به، الاهم هو انه يلصق عليه الكاوكاو. انا هنا عندي العسل دهنت بالعسل، العسل ديجا كنت وجدته معكم في القناه، عسل ناجح 100%. صافي هنايا دهنت معكم داك هذا داك الهلال ديالي. صافي كندير عليه داك الكاوكاو اللي عندي محمر ومهرمش. صافي بهذه الطريقه كيجي زوين بزاف 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 شكلا ومذاقا. صافي وانا كندير له واحد شويه ديال من بعد ما ذوبت الشوكولا ديالي في حمام مريم
صافي كنعملوا داك النص اخر بالشوكولاته كحل. يمكن لكم تعملوه بالشوكولاته ابيض، يمكن لكم تعملوه يعني تزيين كيبقى حسب الاختيار ديالكم. انا كنعطيكم يعني كنعطيكم واحد هذا وانتم ديروا اللي بغيتوا. صافي هنا عندي واحد ليبره خاصه بالتزيين ديال الشوكولاته، درت واحد الشوكولاته دوبت شويه ديال الشوكولاته مخلط ما بين الشوكولاته البيض والشوكولاته كحل. صافي وكنبدا نشكل هكذا خطوط، كيجي الشكل ديالو زوين بزاف انتما كتشوفوا بعينيكم. كنتمنى يعجبكم. صافي ها هي الحلوه ديالي الشكل الثالث من بعد ما طاب. احنا كنعملوا معكم في الدريس دابا باقي الله خرج من الفران يجي رائع 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 رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهاي الحلوه ديالي الشكل ديال البلال من بعد ما موجود حتى هو كنعمل معكم في الدريس. زعما واخا تشوفوا يعني كتبدينا كميه يعني لا باس بها يعني كميه مزيانه، بغينا يعني شكل يعني بغينا كميه اكثر يمكننا هاد يعني نعملو كل شكل نعملو منو العجينه كامله كيعطيكم كميه اكثر. هنا انا عملت معكم ثلاثه اشكالات، هنا كتعطيكم شي ديك 100 حبه هكذا مجموع ديال الاشكالات كاملين. صافي انا دوت الشكل الثالث انتم كتشوفوا دوت شوكولاته ابيض عملت عليه الحبيبات ديال كاوكاو كاوكاو مهرمج. كما يمكن لكم تعملوا اللوز مهرمج اللي بغيتوا تعملوه. صافي كنزين هنا بواحد الورقه ديال الورد نزين بها كيجي الشكل رائع. ها هي الحلوه ديالي من بعد ما دلت عليها هذاك الشكلاط. ها هي هذه كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هاي ديالنا هذه الحلوه ديالنا ديال فوزيه وبناتها، حنا حضرناها معكم حلوه اقتصاديه كتوجد اقل مده مده قصيره. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. حلو عليك مبارك سعيد تدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله باش ما كتمناو. ها هي يعني بعجينه حتى كنقدروا نشدو ثلاثه ديال الشكالات الشكل الثاني ديالنا. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، ما تنساوش الكومنتات ديالكم الزوينين. حلوه اقتصاديه وكتجي بريستيج كتجي مزونه على شكل ومذاقا. الحبيب ديالنا دابا الشكل ديالنا الثالث كما كتشوفوا عندي جوج غزاله تبارك الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله ما تنساوناش الاعجاب ديالكم الكومنتات ديالكم الزوينين، وما تنساوناش ديروا هيدا اللعيبه اللعيبه اللعيبه. حبيبي ديالنا عيد مبارك سعيد، كنتمنى يدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله باش ما كنتمناوش ان شاء الله يا ربي. وكنبغي لكم بزاف 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 وما عندناش من غيركم، وكنحماو عليكم بزاف بزاف وكنبغيكم بزاف. ما تنساوناش بالجيمه ديالكم الزوينين واللايكات والابوني ابوني ثم ابوني. ايوا الحبيب ديالنا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. كنتمنى يا ربي يعجبكم فيديو اليوم ان شاء الله، ما تنساوناش بهذا ابوني ابوني ابوني.